بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بحضراتكم. إن شاء الله النهاردة هنتناول مع بعض تمرين جديد من تمارين استنتاج المساقط الثلاثة من المنظور. بالنسبة للمنظور اللي قدامنا احنا شرحناه قبل كده، هتلاقوا الفيديو في البلاي ليست اللي تحت الفيديو. زي ما قلنا، أول حاجة نعملها في رسم المنظور إن أنا أحدد الاتجاهات بتاع الاستنتاج بتاعي، فين الإليفيشن وفين السايد. بالنسبه للشكل ده لما تيجي تشوف ابعاده هتلاقي ان عرضه كده 50 وعرضه كده 50، فانت في حيره هتختار انهي واحد، الاثنين قد بعض. برضه زي ما قلنا قبل كده في الفيديوهات اللي قبل كده، ازاي نختار القاعده الثالثه بقى، ثالث خطوه عميمه اللي هي اللي احنا هنطبقها هنا، الجزء اللي فيه تفاصيل اكتر. انا عايز ابص، لو انا بصيت هنا هشوف ايه؟ هشوف التفاصيل اكتر، ان الجزء ده مايل هنا والجزء ده مايل، انما لو بصيت من هنا مش هقدر تقدر توضح لي كل التفاصيل دي. فالافضل ليا ان انا ابص من كده من ناحيه الاليفيشن. طبعا الناس يقول لك لو انا كتبت هنا اضرب، مش غلط، لكن الافضل احنا بنتكلم في الافضل عندك ايه. هبص من هنا الاليفيشن اهو، السايد فيو هيبقى على شمالي بالنسبه لي اهو، ده رايت سايد فيو خلاص، والبلين من فوق. خلاص هبص من هنا على الاليفيشن اهو، واجي ابص من هنا على الليفت سايد فيو بتاع الشكل اهو ال اس في، واجي ابص من هنا على البلين بتاعي او توب زي ما بنسميه. اجي ابص على الاليفيشن هنا، شايف ايه؟ ابعاده ايه الاليفيشن؟ يبقى اقسم اللوحه بعد كده الخطوه بتاعتي ان انا اعمل اشكال المساقط. هل عرض الاليفيشن ده اهو، ده الاليفيشن وده البلين، ده السايد فيو اهو. عرض الاليفيشن، ارتفاع الاليفيشن 40، عرضه 50، وزي ما قلنا السايد فيو زيه بالظبط في الرسمه دي، فبالتالي دي هتبقى 50. خلاص انت عملت الهيكل العام بتاع اللوحه قدامك، تبدا تقسمها زي ما شرحنا في الفيديوهات اللي قبل كده، اللي هتلاقوها في البلاي ليست، اللي هتلاقوها في البلاي ليست اللي تحت الفيديو. اجي بعد كده رسم الاليفيشن. الاليفيشن لما ابص من هنا هشوف ايه؟ هشوف البروفايل اللي قدامي ده، اللي هو الشكل اللي قدامي ده اهو، احدد طبعا مكانه بتاع كان بدايته، احسن بالاسمر، ابدا من هنا، هذا خط الافق اللي هو ده، ثم خط الراس اللي هو ده، خط الافق ده بمقدار 50، خط الراس ده بمقدار 40، بعد كده همشي خط ده اللي هو مقداره 40، ثم انزل كده مسافه راسيه بمقدار 10 اللي هي دي، ثم امشي كده مسافه 20 هي دي، ثم انزل كده مقدار 10 هي دي، ثم امشي مسافة 20 هي دي، وبعد كده انزل ايه؟ انزل كده مقدار 10 وامشي مقدار 10 ركع من هنا اهي، واوصل اللي هو الخط المايل هنا، وانزل خط راسي. يبقى ده البروفايل بتاعي ده نهائي. طب ابص كده مش هشوف اي حاجه تاني. طب هل في حاجه مخفيه؟ مفيش اي حاجه مخفيه حدود الخط ده. طب الخط ده منطبق على ده، وكذلك الخط ده منطبق على ده، وكذلك الخط ده منطبق على ده، فلو هو مخفي مش هيظهر، لان في ظاهر عندي قبل كده. بعد كده لما اجي ابص على السايد فيو من ناحيتي هشوف ايه؟ اول حاجه المستطيل اللي عندي ده، المستطيل ده بدايته ونهايته من المعده اهو، ما تجيبش ابعاد جديده ولا حاجه ولا تقيس من البلاستره بتاعتك، تقدر تمشي تبص. وهشوف ايه تاني؟ هشوف المايل ده لما اجي ابص عليه من هنا هشوفه برضه مستطيل اهو، قصاد ارتفاع اللي هو ده، قصاد كده اهو. بعد كده هشوف ايه تاني؟ هشوف الجزء ده مستطيل اهو، والجزء اللي فوق اللي هو المستطيل ده هنا. طب هل المسقط اللي انا رسمته هنا ده صح؟ لا طبعا، المسقط ده المفروض يبقى على الشمال. يعني المفروض فعلا وانا برسم اللوحه بتاعتي كان ده يجي على الشمال. يبقى ده بالنسبه لي 50 برضه، وكذلك ده المفروض يبقى على الشمال هنا. طب لو هرسم ده على اليمين ايه اللي هيحصل؟ ان انا هبص من ورا. طب لو بصيت من ورا هشوف ايه؟ مفيش اي حاجه من التفاصيل دي خالص هتظهر، كله هيبقى مختفي. هبص من ورا هشوف الجزء ده كله اهو، ثم باقي التفاصيل اللي عندي اللي كانت هنا في المسقط ده مختفي اهي، وكذلك دي اهي، وكذلك دي اهي. خلاص ده بالنسبه
للسايد فيو رايت في الناحية دي وليفت من الناحية دي. تيجي بالنسبة للبلين، البلين لما بوجه بص من هنا هشوف أول حاجة الجزء ده، الجزء ده اللي هو مع مين؟ مع ده مستطيل ده أهو الحتة اللي فوق دي. بعد كده لما أبص من الجنب من هنا أشوف إيه؟ أشوف الجزء المائل ده عبارة عن مستطيل أهو ده بالنسبة للظهر. بعد كده ادخل على المختفي، المختفي بقى مين؟ الخط ده اللي هو ده، لو عندي بالنسبة لده بالنسبة لده مختفي بدايته منين؟ بدايته من على بعد 20 هنا ونهايته فين؟ لحد آخر الجسم أهو اللي هو فين هنا؟ أهو انزل كده وانزل خط المختفي كده. هل في أي حاجة تانية ظهر أو مختفي؟ مفيش أي حاجة، لأن زي ما احنا قلنا بصينا لفوق شفنا الجزء المسطح ده وشفنا الجزء المائل ده على انه مستطيل اهو، ثم الخط المختفي اللي هنا. وكذلك لما اجي ابص من تحت اشوف ايه؟ اشوف الجزء المستطيل كله تعالى اعرف، ثم ايه بقى؟ كله مختفي. ده هيبقى مختفي لان انا ما عدتش عليه، وده هيبقى مختفي اهو. خلاص؟ طب واحد يقول لو انا جيت بصيت من الباك من ورا اشوف ايه؟ الشكل بقى هنا متماسك، الاليفيشن بتاعه هيبقى زي الباك. خلاص؟ يبقى كده احنا شفنا المساقط الاساسيه الثلاثه بتوعنا والزيادات اللي هنا، وهنتنقل دلوقتي لبرنامج السوليد وركس نشوف عليه في اي اختلاف ولا لا، ونوضح الفكره بتاعتنا افضل. خلاص دلوقتي احنا على وجه برنامج السوليد وركس، شايفين الايزومتريك اللي احنا لسه شارحينه. زي ما قلنا لان الشكل ده متساوي الضلعين، يعني مساحة الوجه ده زي مساحة الوجه ده، فخلاص ممكن ابص كده فرونت وممكن ابص كده فرونت، لكن الافضل ان انا ابص كده بحيث ان انا شايف تفاصيل اكتر زي ما احنا شايفين. فهاجي ابص على ده على الفرونت هشوف ايه؟ هشوف الجزء اللي انا واقف مظلله ده، يعني انا لما اول ما باجي عينيا تيجي عليه كده اشوف الجزء اللي انا اللي متظلل قدامي باللون مختلف عن اللون الاسمر. تعالى كده اما نخلي الخطوط مخفية الاول بتاع الشكل، وبعد كده نبدأ نبص عشان يظهر لنا اي خطوط مخفية. لو لاحظت ده شكل المسقط بتاعي الجانبي هنا اهوت عامل ازاي، عبارة عن الشكل ده اهو زي ما انا شايفه. تيجي تبص بقى للفرونت للسايد فيو، بص على السايد فيو من هنا هتبص هتلاقي ظاهر عندك قدامك هنا اهوت، عبارة عن ايه؟ المستطيل بتاع الجزء اللي تحت ده، ومستطيل بتاع الجزء المايل، ومستطيل بتاع الجزء الفراغ، ومستطيل بتاع الجزء اللي فوق. تعالى بص على السايد فيو التاني تلاقي شبه الباك التاني، تلاقي شبه بالظبط الفرونت لكن مع اختلاف التدويرة بتاعته، لان الشكل يعتبر متماثل. تيجي تبص على الليفت سايد فيو هو نفس، هنيجي نبص على الرايت سايد فيو هو بالظبط الليفت سايد فيو، لكن الخطوط اللي موجودة هنا دي مخفية لان انا ما ببص من ورا مش شايف اي حاجة غير المستطيل اللي ورا هنا ده. وكذلك برضو لو جيت ابص على الطب من هنا زي ما احنا شايفين في جنب الشاشة كده، اول حاجة اشوفها ايه؟ هشوف المستطيل اللي هنا ده، ثم بعد كده الخطوط بقى المستطيل اللي هنا ده ظاهر اهو، يعني انا واقف هنا هتبص هتلاقي المستطيل، عندي مستطيل فوق اهوت اتكل عشان اشوفه اوضح، هشوف المستطيل ده الجزء ده مختفي اللي هو بتاع البطن اللي هنا دي، يعني لما الف الشكل بتاع البطن اللي هنا دي. وكذلك برضو لو جيت بصيت برضو على الطب اعدله تاني هو بس اتقلب، وكذلك الجزء ده بتاع الجزء المايل، والباقي كل الخطوط واقعة على الخطوط اللي قدامي دي. تعالى ما نجيب شكل الايزومتريك تاني، وتعالى ما نبص على البطن هنلاقي العكس، كل الخطوط اللي كانت ظاهرة عندي هتبقى مخفية، ومش شرط كل الخطوط المخفية تبقى ظاهرة. يعني انا هاجي ابص اهو نقارن ما بين الطب والبطن، انا خلاص دلوقتي هيجي لي شكل الاسقاطات اهي. هاجي ابص كده على الطب، برنامج عايز حسيه اكتر وانت شغال معاه، بالاخص لان التسجيل بيبقى تقيل وانت فاتح البرنامج.
بص كده شايف ده، هنيجي نقلب على البطن، كل الخطوط مخفية حتى الخط المخفي. ليه؟ لأن أنا ببص تحت أنا مش شايف إلا القاعدة دي، إنما الخط ده مختفي وكذلك الخط بتاع البطن ده مختفي. الخط اللي فوق ده برضو زيه زي اللي هنا ده، لأنهم واقعين على خط واحد، فبالتالي هيبان لك إن هم كلهم مختفيين أهو زي ما احنا شايفين قدامنا ده، مع اختلاف إن طبعا لازم ممكن تميله أو ما تميلوش على حسب بصيتك للفرونت إزاي. بكده يكون انتهى الفيديو بتاعنا، نتمنى ان الفيديو يعجب حضراتكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير له، شوفوا بقية الفيديوهات وتنزلوا بقية الفايلات بتاع الملفات دي والملفات اللي قبل كده والاشكال دي من المواضيع تحت الفيديو، تعملوا لايك وشير للفيديوهات اللي قبل كده، وسبسكرايب للشانل بتاعتنا على اليوتيوب، ولايك للصفحة بتاعتنا على الفيسبوك. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.